العاصمة عايزة تأجر لنا منشآت الحي الحكومي، عايزة تأجر لنا الحي الحكومي بكام بقى في السنة؟ 4 مليار جنيه. الدولة لم تمس فيها ولم تقدم لها قرش. مصر كلها لازم تبقى زي دي، مصر كلها لازم تبقى زي دي، وحلمكم يبقى كده. انا اشتغلت مطور استراتيجي في ال 24 مدينه. اشتغلت ايه؟ مطور استراتيجي. الدوله اشتغلت كده من فلوس منين؟ من الارض دي.